رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، يسعد مساءكم. أخص بالذكر ولد الشرقية، هذه الخلطة ما شاء الله تبارك الله جدا رائعة وممتازة، خلطة رقم واحد للطيور للأمراض جميع الأمراض والوقاية. عفوا، طبعا الطيور هي الدجاج والحمام والوز والبط والطاووس والنعامة تقريبا، يعني ما شاء الله تبارك الله أنا مستخدم الخلطة جدا رائعة ممتازة لأبعد الحدود وانصحكم بها. وهذه الخلطة الثانية حقت زيادة البيض والإنتاج والتحسين، برضو استخدمتها ما شاء الله تبارك الله جدا ممتازة ورائعة، يعني الصلاة على النبي وبان الثمرة اللي فيها، يعني الصلاة على النبي يعني. أيوة الله يعطيكم الصحة والعافية. هذا التصوير يوم الربوع طبعا في المساء الساعة 12 بتاريخ 17/5/1440 ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه وحتى حقت التسمين كمان موجودة، يعني الصلاة على النبي، يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله جدا رائع. أنا مجرب منها واستخدمتها ما شاء الله، يعني حاجات مرة جدا رائعة. هذه فيتامين والتسمين يعني خصوبة حقتها. أذكر الله يا شباب، أذكر الله يا شباب. هذا ما شاء الله الصوص طبعا انا مستخدم هذا، وهذا الثمره حقتها ما شاء الله. شوف الصوص، شوف الفراريج ما شاء الله تبارك الله. هذا كله بعد استخدام خلطه ولد الشرقيه. اذكر الله يا شباب، اذكر الله. لا اله الا الله، بسم الله ما شاء الله. تعالوا معايا هذا التاريخ 23/1/2019 يوم الربوع. يعني والله يستاهل الخير ما شاء الله تبارك الله. التصوير هذا من مكة، أخوكم محمد عمر أبو مازي. بسم الله ما شاء الله، أذكر الله. كلهم راقدين على بيت ما شاء الله. هذه الطيور ما شاء الله تبارك الله، كلهم ما شاء الله زي ما تشوفون. أذكر الله يا شباب، أذكر الله. لا إله، زي ما تشايفين الطيور ما شاء الله صحتها جيدة الحمد لله، فوق الممتاز ما شاء الله تبارك الله. هذا الديك ما شاء الله والله يبرم يبرم، يحوف الحوش حوف والله العظيم، حوش ورا الدجاج حوف، يحوفهم الدجاج صح. الصلاة على النبي، زي ما انتم شايفين كيف ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف صحتهم الحمد لله.